خدنا الحروف هعمل دوائر للولاد كده وهبتدي امليهم، والحرف اللي يقع منهم هبتدي اكتبه له تاني وينزل بيه صف ويكرره عشان يقدر يحفظه. يلا يا ايات اكتبي لي ما. برافو عليكي، سقفوا لي الايات. ادخلي يا ايات. يلا يا مريم، فين مريم؟ اطلعي اكتبي لي ب. ب، بصي يا مريم احنا قلنا ايه؟ سنه صغيره وامشي بيها واطلع لفوق. انت كاتبه ميم، انا قلت باء. فين الفتحه؟ لو لقيت الورد اتلخبط فيها زي كده ببتدي انا اكتبها له على اول السطر وانزل بيها عمود زي كده. الولد اتلخبط فيها وعرفت ان هو مش عارفها، ابتدي انزل بيها كده اكتبها له وينزل بيها عمود لغايه لما الولد يحفظها. اكتبي لي، يلا يا حنين اكتبي لي حرف الساء. سقفوا لي الحنين، برافو عليك يا حنين. اكتبي لي جاء. فين الفتحة؟ برافو عليكي، سقفوا لها. د، سقفة كبيرة ليها. اكتبي لي راء. سقفة كبيرة للبنات اللي طلعوا اهو يا جماعة. لو واحد مش حافظ حرف فيهم ابتدي اكتبه وينزل بيه لغاية لما يحفظه. اول ما يحفظه هعمل الدوائر دي تاني وابتدي امليه تاني. وشكرا.